أعتقد هذا كل ما لدي النهاردة. عندنا صيد كاميرا وخرابيش كده عشان من فترة ما قدمناهمش، خلينا نقدمهم النهاردة قبل ما نقرأ السوشيال ميديا. نبدأ بخرابيش. المباراة الأولى معانا هتبقى مباراة بيراميدز والبنك الأهلي. بيراميدز والبنك الأهلي. نبيل دونجا لاعب بيراميدز بيناقش الحكم محمود بسيوني بشكل حاد جدا من أجل أن يتوجه لمشاهدة إعادة ضربة الجزاء اللي تصدى ليها شريف إكرامي في الفار. بس هو نجح. هو نجح فعلا لأن الكرة تعادت ودخلت. لكن المناقشة تبقى يعني طبعا هو دونجا هنا سوري أنا آسف دونجا ما نجحش. هو اللي نجح البنك الأهلي. دونجا هو حاول يعني يثنيه عن قرار الإعادة لكن لم ينجح طبعا. واتلعبت الكرة واتعادت لأنه شريف إكرامي كان اتحرك واتحطت وتعادى البنك الاهلي. طيب دي اول خربوشه. الخربوشه الثانيه من مباراه اسوان والنادي الاهلي. كره مشتركه، طريقه اعتراض من جانب ايمن اشرف على قيام الحكم محمد عادل باعطائه الانذار، وامل على الارض عشان يعترض على الانذار رغم انه كان بيتالم قبلها بشده، لكن اول ما حس ان في انذار انتفض والتأم الجرح وقام عشان يعترض على حكم اللقاء الكابتن محمد عادل. نروح لصيد الكاميرا ومرة تانية من بيراميدز والبنك الأهلي وواحدة من صيد الكاميرا. اللقطة قلق وخوف شديد جدا من محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي قبل تسديد ضربة الجزاء للمرة التانية لصالح البنك الاهلي. بص عامل ازاي مخبي وشه، وده محمد مجدي اللي معاه اعتقد او مين مش فاكر مخبي وشه برضه، خايفين محمد مجدي مظبوط خايفين من ضياع نقطه التعادل. واول ما جه الجون بقى شد وقال له يلا انبسط انبسط طبعا في ناس مش عندها يعني اعصاب وخايف يبص الكره تروح يحبط بتاع كده صد الكاميرا الأخير من مباراة أسوان أيضا والنادي الأهلي اللي انتهت منذ قليل. موسيماني بيشرح للجهاز المعاون أخطاء اللاعبين في الشوط الأول قبل ما كهربا يحرز هدف النادي الأهلي الأول.